صباح الرحمن الرحيم. اليوم الاحد 22 شتنبير. فريق الدرجة الذهبية المتكون من عبد الطايف عطار وسي يونس وسي بوكر غادي هذا الصباح ان شاء الله تيوت ندير واحد الجولة تما ونديرو الغدا ان شاء الله وندوزو واحد النهار قياس العصر ان شاء الله ونعاودو نرجعو. هذه تقريبا 8:30 الصباح تارودانت خارج تارودانت هنا السوسية السلامة واه هاك ناري هاو متين قيو كلشي زين رايجة واتسوس تيوت فيلاج
صراحة تيوت. نهار يسوق البلاد مشوية صح النهار ما لا بدا من شوية لا بدا وكيجو شوية التوريس هنا شوية ما بقى قليل شوف ثاني التوريس قليل ولا التوريس كاين بالي شي جروب كاين هنا في الريستو الفوق ايه لا التوريس كاين التوريس موجود دخلوا بعدا في الصباح ولكن طلعوا لفوق هادوك دروك غاي يفطروا هاي هو دو تاني على يركبوا على الحمير الحمير كي يكروم هنا مزيان سي اول الناس عايشين وصافي عايشين داكشي اللي كاين وهو في الحقيقه تيوت كتستحق اكثر من هادشي اللي كاين ايوا راه غير كان يتهلاو فيها مواليها والجماعه مواليها اللي ما تسوقوا لهادشي ما يحاولوا الطرقان يكونوا زوينين الحمد لله الماء موجود ولكن المسؤولين ما وما خلاو كاع خدام خدامين نهارو كان يا مزيان اللهم سخر الجميع وصافي امين امين اللهم سخر اتاي مش حر اتاي لا قلت اتاي ديال الهداوي تاع النوالة بلا النعناع اتاي النوالة اتاي ديال النوالة بلا النعناع النعناع مسموم لا انا ما كنشرب النعناع قال لك دروك النعناع وبارده اللي عنده المصران ما خدامه اي اي صحيح النعناع ما مزيان حباتها مزيانه بركه وحتى اتاي راه قال لك فيه السموم واه هذاك الدواء اللي كيديروا انا كنشرب اتاي البراد النهار كامل ما كيتخوى هكا بليا وصافي بليا ولا نشرب زعما القهوه هنا ما كديش القهوه القهوه تاهي زوينه القهوه قهوه كحله فن الله يرضي انتوما من تارودان فيها اي حنا من تارودان جينا ندوزو واحد شويه هنا قالوا صحاب الكورس بغيتو جاديا واش الشهر 10 بغا يديروا هنايا شي سيركوي هنايا ايه بغا يجيو شي جمعيات جمعيات وغادي يديروا هنايا مازال ما تراصاو البلاصه فينا لا جاو دار الدوله كلشي في الجنانات راه قالوا هاد السيمانه غيخدموا في الجنانات الترقان الترقان باش يقدوا يديروا هذوك لي بيست فين يدوزوا يديروا له يشفروا في الترقان ايه مزيان ايه والله يسخر ايه التمر ما كيعطيش هنا التمر بزاف لا عاد التمر وتباع ديال الحباس بعدا تباع 120 فريال باش تباع ديال الحباس اش 120 اش لاش داكشي ديال الحباس السلعه كلها تباعت جم دلاله نهار الاربعاء نهار الاربعاء ديال الحباس واش منوع التمر اللي كاين هنا كلشي مخلط باكل غير التمر عادي ماشي داك الغالي شي بحال الجهال المجهول ولا داك بوفقوس بوفقوس قليل هذاك مزيان اشكون مواليه ما تسوقهم مازال هذا الشيء شي كار والشفار اي كيبغي الخدمه هو هذا هو مول هذا القهوه قدام ديال تيوتي ديال تيوتي يا هنا راه كله ديال تيوتي ديال مواليه مواليه هاني اجي اجي شي واحد شويه داتاي اجي راتي النوال اجي دوق واحد دكويكا عند الاسم بعدا مولاي الحسن سي مولاي الحسن الشريف ديالنا اجي لعندو بحال هاد البلاد ما كيخليوها الناس مي ما يقول بحال هكا شكون كاين التوريست الماء موجود لا ولا
اش كتقول الشريف؟ لا هادي ما خلقو صافي. اش كتقول؟ اش اللي تنقول؟ اش كتقول؟ الصيف كيعمر هنا. الصيف ديما الدنيا عامرة. كاين الرواج. كاين الرواج. الطوموبيلات هنا ما كاينه واحدة أخرى. لا في البارك ولا في القهاوي ولا في. كلشي اللي جاي تيروج. مزيان مزيان. إيوا. ها الكاس. ها الكاس حلو. ما كيديروش شي واجب هنا اللي بايعهم لا لا؟ لا. فابور. والو اللي جاي عم اللي جاي صح. والو. شي دراري اللي مقابلين في العواشر تيشدوا شويه عند الناس هادو اللي بحال الا غرق شي واحد يعطيك شي واحد تيعتقوا الناس وصافي اشكون تيجي البراني تيلقى الدراري ديال هنا غير البراش صغار هذا في هذا في 4 متر ونص وتيعوم فيه اللي جا تيشوف الدراري صغار كيطيح تما يبقى تما يبقى ايه راه ما شفي شي وحدين ما شفي وحدين ايه باطي الحال باطي الحال باطي الحال باطي الحال ماشي دروك ما دروك تبارك الله الدراري ها واحد العوام شحال من واحد اعتق هذا سميتو هذاك راه شفتو هذاك عرفتو عليه على هذيك شكون شكون انا لا عرفتي مزيان اجي وجدت لهم الفطور بعدا واش انا ما باغي تسال معاه بيت معاك ولا قال لك انت راه متر ناجور كبير واعر مزيان تنعاودوا على الصيف كي كتكون الوقت هنايا الصيف كيعمر هنا كيعمر ولكن دروك ما كيستافدش الجمال الناس شي جمعيه ولا هذه يحاولوا يستافدوا ما داخل شي شويه جمعيه داكشي بحال ما كاين والو ما كاين والو ها كاع الجمعيه اللي مكلف بالماء ومكلف على كل شيء ولكن انا عندي واحد شي حاجه ما كاينه قلت هانيت السي بوكر هذا معايا كاين بعض الفيلاجات كيلونوا بحال شفشاون شفشاون جينا كيلونوها بالزرق والابيض وعطات واحد المنظر رائع ايه كتشوف وفي اغرود اغرود حتى هو بلونوا بالديور تيوت حتى هما يفكروا بان عطاها شي الوان تاتيري الناس يجيو كاينه الجمعيه ديال الماء بالنسبه للجمعيه ديال الماء هي اللي خصها دير داك الشيء يحاولوا يديروا الوان بحال دابا تقريبا الماء كيخدموا كيخدم الماء تقريبا بحال نص ساعه 65 درهم من الساعه الماء خدامين دابا 4 د المواط تضرب دابا انت 4 65 درهم مضروب على 4 وضرب ديك 4 على 24 ساعه شحال غادي تعطي اسباب الفلوس في البنكه ها البنكه في الفلوس في البنكه ولكن ما ما كاينش اللي يعاود التفكير ما كاينش صح الا فاش كتدخل ما غاي ماشي الشاري جديد بحال تما خصو الكرياج يعطي المنظر جديد تبنى المقصو بنادم ختام لا لا تما فاش تحت الطوموبيله تحت شي طوموبيل تما اي راه البلاصه فاش تحت راه البلاصه مشات جات من اللي ديريكت للشاري وعامر الدنيا عامره الناس كيعوم وطحت في الشارج تحت الشارج والشيفور الشيفور راه نزل خلى الطوموبيل تما اه هي ما ديرهاش فرانا مان وبقات غاديه حتى هي بغات تعوم وجاب الله الناس كراصاد ومازال جاب الله الناس مشاو يستريحوا راه كاين سباق في الشارع وكنا بقاو الناس الدراري كيعوموا طاح عليهم الطوموبيل وباش جبدوها جابوا واحد التراكتور تي بنادم خدام في البلاد ديالو كلشي موفر ليه في البلاد ديالو خصو يعاون البلاد ديالو شوارج تيوت خاوين حرير المياه
كيتحرك شويه التوريس. كاش النهار بركه الصحي. اييه بان ليا واحد الكروب الفوق. ماشي ما كيتغداو هنا ياك؟ عند تيوتي. بزاف ديال الروتيرا دابو. مزيان. وماشي يوميا ياك؟ يوميا. التوريس كيجي يوميا. وكيكرو البهايم هنايا. ايوا مزيان شويه دا تحرك القضيه مزيان. يا الله يسهل عليك ويعاونك ويجي شي جروب صحيح يتقدا عندك. كل شيء سهل عندك. تحلت شي قهوه هنا صغيره ياك؟ عند هذاك المراكشي اللي قدام. اي الله يسهل. هنا الرحى. هنا كاينه الطاحونه المائيه. السلام عليكم. اهلا سيدي بخير. شي بخير. اهلا صباح المراكشي داكشي قال لنا واحد المراكشي حل هنا. سيدي مرحبا. ولكن انت ماشي ماشي البلاد هنا عندك شي جي مراكش وعجبك هنا وحليتي مزيان من مراكش بانت لك هذه المنطقه التيوت شي واحد اللي قال لك جي لهنا ولا انا ارزاق اللي جاتني لا ارزاق ولكن زعما كتكون شي سبب المهم كاين سبب كاين سبب كاين واحد السيد خدم هنايا هاك فهمتي كيدير طاشرون هو طاشرون تلاقى مع هذا السيد هذا وانا كنت مزيان 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 الله يسخر لك راه هو المنطقه زوينه ولكن الناس ما عرفوش بها الناس البلاد الناس البلاد زيرو من الدخله خصو يكونوا يقادو تيوت ايوا خاصهم يتحيوا بهذياتهم من المنطقه زوينه لا زوين انا كتعجبني الكاميرا لا زوينه واحد ولكن ما عندهم داك الفكر انه راه ينميو النطاقه عندهم هما جمع الفلوس وصافي وما ايوا راه هذيك الفلوس هي اللي تتقول ايوا هما باش ينميو المنطقه بصالحهم القائل لا ماش كاين الغدا بغا يجيب لنا السيد شحال هذه باش حليتي هنا؟ يلاه قول شي 15 يوم دابا يلاه بنيه دخل دخل يلاه تنقي لا لا زوين زوين هنا كنا كنديروا شي تصاور هنا الباب مسدود هذا هو اييه كاع اللي جا لتيوتي باب الزهر هذا باب الزهر هذا هو الباب ديالي يلاه انا بويا دير زينه تبارك الله راه هي اللي تيتمشى حداك الماء راه تكون حدا الماء واحد الراحة هذيك كتحس بواحد الراحة يجري الماء من حداك تجيب هذاك السطات الصباح هنا اوه واش تي لابتي هنا؟ ايا خصنا ندوزو عندك شي ليلة هنايا والله العظيم ايا ياك؟ قال لك هما ما تيخلوش يبني ما يبنيش شنو يبني؟ قال لي بو بكر على حساب باش تدير فكر قال لي بن بكر والله شتي هاني الطونط هاني الطونط ولا شو ولا لي طونت لي طونت كري لي طونت
لا هادشي رائع الله يلا زين. لا بعض المرات راه هذاك الشيء بسيط، بعض المرات تيكون رائع. راه هي يا تيكون رائع، راه ماشي بالضروره خصك دير شي حاجه مجهده دو لوكس. تفني الابداع هذا يكون مفنن تراب وحجر ولكن بواحد الطريقه فنيه. دروك هذه راه رحانه ماكينه هذه الطاحونه المائيه. انا غادي ندير لك الاشاره، انا راه كنلوحوا الفيديوهات في اليوتيوب. تنسالي ونديروا معك واحد الفيديو صغير. لا زوين زوين واه سلي سلي. الاسم الكريم السيد المنعم، مرحبا سيدي، انا الشرف بمعرفه ديالك ود البهجه. مشرفين بك حتى حنايا. حنا متارودان مشرفين. اي لا الودنا راه بحال مراكشيين. راه مراكش. اي دروك حنا الى مراكش تود متارودان. اه اي الله يرضى عليك. اه قولها لهم قولها لهم قول لهم راه مراكش تود. لا لا كاينه راه عرفت عرفت. امي هي تلحن على شي الالحان ديال الايقاعات. مرات هي بقات شاده في التقاليد. هنا دروك الهجره الروادنا الاصليين وهذاك الشيء الحريفيه القدام وداك الشيء نقرضوا بدات ينقرضوا. دروك ولا ما بقاش مراكش مازال فيها الصناعيه وفيها الحريفيه القدام محافظين على الصناعه التقليديه وداك الشيء اللي الطقوس ديال الصناعه التقليديه الملحون والدقه وزيد وزيد. يلاه رماس. ايه هاكل يبه رماس. ليندا 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 تبارك الله على ليندا. اذا غادي ندخلوا نشوفوا الطاحونه المائيه. الماء خص الماء يكون مجهد. سبحان الله. ما عمرك شفت هذا؟ لا. المولاس راه كاين ولكن الفوق. فين شفناها ثاني؟ اه شفناها في شفتها انا في مشي الزرد. ولكن دابا هذا الماء هما تيخلصوا باش. الماء دايز هو دايز الماء دايز. حرك. حنا دروك فين كاين با يونس؟ حنا في منطقة ديال تيوت. تيوت ودروك حنا دخلنا لواحد الطاحونة مائية. هاهي هاد الرحا كيدور على الما راه تيديرو الزرع هنا وهذا مع تيتفيبرا معانا كيبدا يحرك هذا باش يطيح. باش يطيح الحب كيبدا يطيح هنا كيديروا دوك. وواحد القضية أخرى هو هنا الحب وقلنا هذا هو اللي كيحرك هاد البلاصة باش يطيح الحب. من بعد كيطحن بالرحا وكيهبط لهنا. هل هو راه كاينه الطريقه باش كيطلعوا الرحا وينزلوها على حسب النوعيه ديال الدقيق. الا بغيتيه تشيش ولا بغيتيه ملكو. الا بغيتيه كسكس كسكس هنا كسكس يعني كيف الرحا كتزير مع الاخرى باش ما تزير ما تيتكلو منها. سبحان الله. سيسي ندير لكم شي تصوير. الرحى
المائية. الثانية جوج ضرحي يا سلام هذا مقهى جديد يلا تحل بعد 15 يوم واحد السيد من مراكش واللي حل هذا المكان الرائع وركان قديم ولكن اللي 15 يوم هذه باش السيد دار هذا المشروع هنا ان شاء الله نتمنوا ليه النجاح organisé. Il y a une jumeau à dire touriste. Ninda, Ninda, Ninda Zwina. جاري من مراكش تاعي. الحبيبه ديالي. ما تخلي لي. مؤنسه دروك هذه هي اللي كتعمر عليك. واش انت شتيها بوحدك ساكن هنا؟ ماشي اون فامي ديالك. لا فامي ديالي في اوروبا. تبارك الله. مزيان. هي كنتي انت تما؟ كنت في ايطاليا. انت ما خليتيش. الامارات، السعوديه، المغرب. تقول لي. طنجة وهذا. انت درتي بحال الطنجاوي هذا. شتي هذا الطنجاوي؟ راه حتى هو كان مجلي. تا جا هنا عجبو كان تيصور النصارى وعجبو هنا هو استقر. لا لا تما زوين. تزوج كاع من هنا. سبحانك يا عم. تلاقيتي معاه؟ هذا سعيد داوود هنايا. هذا سعيد ما عرفتوش الطنجاوي اللي. سعيد داوود زوين. هي طبيعة زينة. لا هو هو زوين هو النظافة. الناس اللي يحترموا شوية. ماشي انا راسي اللي كيبان لي هي هي كتبان لي هاني يلاه هاني بقاتم يلا اجي من هاد الجهه يا غير زيدي راه كتبان لي اجي من هاد الجهه باش نشوف المنجله راه تنشوف المنجله اه راه تنشوفها الله يكمل قلنا لك تا نحشو في الصا ايه تبارك الله عليك هاي كاين اللي تديرو صافي دزني مع هاد الحرفه هاد لا دزنا راه وكنا نديرو لها بحال هكا هي كندير فيها حنا الرباطي الرباطي هي راه حريق بعض الخطرات كان كديني تانا للسوق ولكن راه بعض المرات كضرب هاد المنيجله الا الا قولوا انتم المحشيه ولا المنيجله حنا كنقولوا ليه المنيجله نيت اللي كنقول ليه حنا كنقول ليه تسموت بالشلحه تسموت اللي كتسمع تسموت هي هذيك صعب ونكمل لك انا هادشي الله يسخر مالك هكا كيدير واحد كيجي من الزيدانيه
كيجي من عندنا تما هو كيقعد كاع على الركبي تاعو تبارك الله. خدام داك الماء. نعم كتكريو الساعه ياك الساعه مزيان بسم الله. لا لا زين الله يسخر شد طبيعه زينه هذا هي حرفتنا كاع ايه. اللي ما عندهم هذه الحرفه راه تمشى تاعهم ايه. واش دروكا كارين ولا الجنان ديالكم؟ يا ما غير كارين الناس كارين عند تيوتي. لا هي عند الحباس ما تيوتي ديالو ما تيكريهم تاع تيوتي كاع مسكي كيموت ناشف شتو شي يابس داك الشيء هو هذا يابس ما كاع من هنا من تحت وحتى من الفوق كاع حباس هذا حباس كل شيء حباس كاع حباس وحتى من هاد الجهه كاع حباس هذا كل واحد كرا فيه اللي كرا فيه كيحت شوف العام تيكرو العام 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 ولما شحال كانت الساعه؟ 11100 11100 الساعه ما زين حنا اللي ما قدينا نخدمو الخدمه راه كاين الماء موجود زعما الناس اللي بغاو يفلحوا وعلاش ما كديروا الخضره؟ ما قدينا ليه؟ بغات ليه الجزره ماشي هكاك بغات ليه الخدمه المصروف المصروف ديالها حنا دروك ندي هذا الفصه دروك نيت ونقعدوا في الدار ايه حتى العصر نخرجوا لا صافي اللهم البهيمات شويه صح النبي الله يسلمك اما الخضره كتبغي الجزره والدواء والصباح بكري مقابله وتبغي شوت صوبه مزيان لا حنا كنقولوا دروك الماء كتسقي كتسقي اللهم في الجناب مثلا البصله ولا شي حاجه لا في السلاوي هنا حنا كنا درناه فيه في الاول ملي السلاوي الفصه داك الشيء داك الشيء كندير فيه الفول في الجناب الفول في الجناب بحال هكا باش الماء موج صافي راه عرفت الطبع يا الله يعاونكم الله يعاونك ارسل ذاك السلوقيه صافي هذا غير بواحد شويه راه واحد القنطره تطلع مع القنطره ديريك ان شاء الله تطلع مع القنطره ديريك انت تما لقى السيد يا واخا الله يرحم الوالدين والله يعاونك الله يعاونكم يا سلام عاوتاني ريستو اخر في تيوت وا يا سلام ابا يونس هلا ابا يونس ها الظلال اللي قلنا لكم راه قلتها لهم راه كاين البساتين والمياه والظلال يا سلام منطقه مرحبا بسي الاسم عز الدين سي عز الدين اش قلتي لي بعدا الاسم راه نسيتو بيفوا دي جلدان ايواك بحال اللي قلتي البيات وسط الخيام اي الخيام هذا البيت انتم كان خلينا نديروه مازال هو البيت هنا يبدا تسكن شويه شويه الماكله شويه اغلب الناس بيجي بات هو بس يصبح المنطقه ماشي هنا زوين الضوء واصلكم هنا طاقه شمسيه جروب الكتروجين جروب الكتروجين الطاقه مزيانه لا شي زين تبارك الله هالجزيره الناس زين ماشي زين ديال سميتو الالومنيوم ماشي يا سلام جلسة عائلية في هذا الركن
ها انا سيدي فيديو فيديو هذا انا سيدي يلاه سي بوبك كي عمرنا واحد الكاس داتاي القصه ديال هذا البراد ديال اتاي راه دخلنا لهاد بتيت اوبرج وقال لنا السيد عرض علينا كاس داتاي قلنا ليه مرحبا دروكا حنا تنشربوا اتاي عنده هنا وان شاء الله موعدينو غنجيبوا العائله ديالنا هنا يا كاسي ان شاء الله ونديروا شي طاجين هنا في هذا المنظر الرائع كويس ابا يونس هاو جباد تاني لقى خاطرو تاني عيش في هادوك اللي المعاكيز سي الحاج ايوا هاد هاد الكاس في خاطر المعاكيز المعاكيز لا لا اعضاء الدرجه الذهبيه كلهم كل واحد باسمه باش ما نساوش شي واحد واعرين وهذاك الرئيس طيب رزقك طيب عطف واه تبارك الله على الكاس برزتو يا سلام كاس تيوتي خالص يا سلام نعاود دير ثاني شي هزه واي يا 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 سلام خاطر السي رشيد خاطر السي رشيد والمجموعه كلهم كل واحد بسميتو وا هني جلسة هنا يا سلام والله العظيم هنا الفن يلا سيدي واحد جولة خفيفة واحد تيوت يا سلام على منظر شحال انت في هذه المهنه ديال الارشاد ديال الجيد؟ والله يا سيدي 26 عام تبارك الله 26 عام هي الخيره هاني فولكي درت نهار تحرك وريرمي الحمد لله يا روح تحرك انا تحكم انت تهضر لينا في مراكش وهذاك الشيء باش الجيد عندك لا وجه الخير هذا السيد الله يعمرها مليح كاين الجروب ديالك شتيني باش نسيعو ولكن دابا خصني ذكرت فيزيت هي الاولى ان شاء الله وهي كتجيب فين كتستقبل هاد السياح دروك انت منين كيجيو تعرفوا عليك؟ كيجيو هنا عند الشيخ ماشي لابيتون الشيخ هذا اللي هنا ايه شي لابيتون ايه ونديهم من جبل خمس ايام ست ايام اش هذا ديال اغرم ولا شنو؟ هنا كتشد هاد الاتجاه هنا غرب حمي الحشم ودير لها البقايا وباش كتدو من البغال؟ ايه ولكن دابا كاين واحد القضيه ملي كاين بحال هذا اللهم دير النهار باش يفوت هنا باش يستافد هذا يستافد هذا مزيان باش ما يضيع ما يضيعش مزيان الى انا مشيت تما يضيع ولكن كاين واحد القضيه اخرى الى غتكلف انت بكل شيء بحال الخلاص ديال الجبل بحال الخلاص ديال هنا
بحال بحال ومالي جيب لك يا غزليهم هما غير 60 درهم 60 درهم 60 درهم لاش هادي 60 درهم الماكله ولا شنو؟ لا مباتة المباتة كلشي فيها العشاء كلشي فيه كلشي ب 60 درهم ايه ولكن القضية دابا لا ما تشد انت لا ما يبقاني تما باش تكرفسي تجي لهنا شكون اللي كان الكليان بغاو تكرفس بغاو تكرفس ماشي زعما الراحة باش يجي تكرفس مزيان ثلاث سوايع خمس سوايع ديال تكرفس ديال تكرفس هما عزيز عليهم المنظر وكلم وهاد المنطقة اللي كتديهم انت اش فيها الماء فيها الطبيعة ولا الحجار هكاك الماء كاين الماء كاين إذا الماء الماء لابد الدلم واحد واحد اسم المنطقة واخا جيبوا لنا غير دورنا نغي ولكن تلاقي زيت القضية نتني عطيني نكالم يا عيالي دغري نتزوق نصلح لنا هما كيبغيو داك الزوق ديال الحنة ديال الحنة هما فين كيزعموا القضية ديال السياحة دابا بحال البيضاء ماشي السياحة ديال زمان هذا بحال هذا الفكرة زوينة زاد هادي بحال البيضاء بحال البيضاء هي الحنة وي السياحة عندي مازال ما كندير لوق نجي عندك لابد الحنة شكون الحنة كيزعم كنشوفوا البنات داك الشيء كيزعموا والقضية ديال السياحة دابا واخا انت احسن مني احسن نقول هذيك القضيه ديال الباديه تجربه انت في الباديه انت عندك تجربه الباديه و الكيان يوم واحد القضيه في الباديه كاين هما غير الثقه شكون المدينه ما كايناش الثقه انا احسن نقول لك البازارات البيع والشراء كل شيء لي ريستو انت اي الخطف اللي كيقلع كيكون داك الشيء داك اللي خلى عندك انا اللي فرجتهم بحال باقشي اللي مداهم واحد الدري المسا تاعهم وعيد لي داك ابراهيم اللي قال لي كاين هنا قال هذا كاين نشكرو مزيان شكون الكليان ساك تفرعوا وباش كتواصل معاهم عندك اللغات شويه ولكن لا كونفيونس لا باز دو تو لا باز دو تو سي فري شكون الكليان هما كاين واحد القضيه ما تقول زعما مطور كل غشيم باش ترد الصرف الا ما مشيتي نقول انا عليك بعدا كي ديو مكلوق وتجمع لي ها شكون الى عقبك لك واش انت مشطر عاود لينا هذا السينس كي خصك تكون بحال الدلو يكون مكلوق مكلوق باش يعاود يجمع الماء هادي زيد ابو بكر راسك ياك لا شكون الكليان كدلو بحال السله ما دابا تهرس لك يا الى مشى تهرس لك مشى والمشكل هو كيقولها للاخرين لا الاخرين واخا يقول كتعطي لهم الخطر كتشد واحد فيهم كتعطي لهم الخطر واخا كيقول الاخرين ولكن نبات لا بوا تقيه شكون الكليان ما تقشفهم مزيان ما تشد لك الكليان بحال تحرب هذاك بحال الجرب انا ديما شي حاجه توقعات لا ما شي وحده مرضات شي وحده صلقات شي وحده
واحد تيوت من أعلى ريستو تيوت لا ريستو تيوتي. يا سلام. رائع جدا. الواد الناس شويه خصهم يعتنيوا بهذا الواحد باش يكون اقبال توريزم، تكون واحد التنميه محليه ديال تيوت، يخدموا الناس، كاين شويه الركود